لكي شفنا أول مرة الخوص، يضغط على ديك زر الاشتراك ويفعل ديك زر الجرس ويتكي على ديك ميزات تفعيل إشعارات الكل باش ديما توصلوا بالجديد. السلام عليكم خصنا، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا في صحة وعافية إن شاء الله يا ربي. كما معنا في الصالون عندنا هاد الصالون عم بدون زينه إن شاء الله يا ربي، ديكوراس مزخرفة، عندنا الكورنيزة برودويات اللي هنحتاجو، وهذه قبة الروزة الوسط، وكذلك هنحتاجو هاد الباكيت أو السينيفة المنقوشة، ليزاريا طرانكي ديال الجنب باش غادي نزخرفو هاد الصالون هذا إن شاء الله يا ربي. كما كتشوفو أنا حنا بدينا في الجنب، عندنا بلاي كذلك. أول حاجة الخوص كان هنايا واحد الجبس قديم ونحيناه، زولنا الجبس اللي قديم باللي، وعملنا الجبس هذا باللي بنكهة عصرية طريقة جديدة، تبعوا معنا. هاد الديكور هذا الخوص اللي كتشوفوا اللي هتشوفوا معنا في هاد الصالون، الديكور مطلوب بكثرة هاد الأيام وكيطلبوه الناس بزاف، لحقاش فيه تجديد الجبس البلدي، يعني قلنا بالتجديد ديالو بواحد الطريقة عصرية، ما بقاش داك البلدي اللي كتعرف يعني بلدي قديم، هذا بلدي ولكن جديد، كيعطي رونق خاص وجمالية للصالون، واللي باش الناس كيطلبوه بهاد الكثرة هاد الأيام كيطلبوه لي في المنازل ديالهم. فهاد الفيديو ان شاء الله يا ربي تشوفوا الطريقه وتستفدوا معنا كيفاش كيتركب هاد الديكور في الصالون وكيفاش كيطلع من الاول الى الاخير. هذا يسمى بالكارين او شمندوفو كما كيطلقوا عليه بعض المناطق، لكن شي حاجه بسيطه، شي غانيو شي حاجه كيطلقى وكيعاود. هذه هي الكورنيزه المنقوشه اللي غادي نستعملوا هذا الضوء الخوص. الكورنيزه ملي كتعمر الصطاف كتكون عندها واحد الحاشيه زايده، لحقاش قالب السيليكون كيكون عنده واحد الحاشيه زايده، كنقوموا بازاله ديال هذيك الحاشيه باش ملي كنشركوها هذا هو المكان اللي غادي نركبو هاد السنك هذا به باش كنكاليو الكورنيزه. كنوغلو في الغطا وي كنعملو له واحد التعويجه بحال هكا، بعد ما كنكاليوها بالسلك كنتحكمو بها بالميتو كيف ما بغينا، قياس وكتطلع وكتهبط بطريقة مزيانة، هادي كتحكم في الكورنيزة. كنستعمل هاد الطريقة ديال تركيب الكورنيزة، أول حاجة كيكون نجيب قطبين ديال الحديد فيهم جوج مترو والالواح كما كتشوفوا تحت الكورنيزه، وكنعوجو ديك الحديد ديال يكون فيه 2 متر حديد ديال 10، احسن ملي كتجيب الخدام مثلا او الولد كيشد معاك كيتعب، فهاد الطريقه كتسهل شويه. الطريقه ديال تثبيت هاد الكورنيزه كندخلوا الشعره او الفيلاس في الداخل ديال الكورنيزه وكنحكوها مزيان بين الريطومبي والكورنيزه باش كتشد. هاد المكان هذا يكون فيه الاضاءه ديال الليد مخفيه من وراء الكورنيزه. من بعد ما ركبنا الكورنيزة وقمنا بالتثبيت ديالها كامل، الخوص وديك ليزاريا اللي مع الجنب الترانكية، شدينا بلافو وفينينا تراسرنا اللاكس ما كتشوفو. من بعد ما كنتراسرنا اللاكس كنجوزو المرحلة كنتراسرو بلاصة في غادي نعملو الروزة او الفلورة د الوسط، قبة اللي غادي نعملوها هاد الروزة، هادي الوسطانية ديالها يكون فيها اللاكس 50، نص دورة 50 والدورة كاملة متر مترو، يعني كنتراسارو ديك الفلورا هي هادي دابا، هادي فيها مترو باش نعرفو فيها نبيكيو وفيها غادي نحدو الفلورا ديالنا. الفلورا التانية فيها 80 اللاكس نص دورة، الدورة كاملة مترو 60، كنتراساروها تا هي باش غادي نعرفو فيها كنبيكيوها وكنعرفو فيها غادي نحدو وفيها نبيكيو هاد الروزة، كنعرفو يعني القياس ديالها كسبيكيلا باش ما كتخرجش على النطاق ديال الروزة.
ودابا خوت كنجوزو للمرحله ديال التركيبه ديال الفلورا. من بعد ما عملنا البوينتوس عملنا الفيلا الزايد عملنا الجبس، يعني تقريبا سطال ديال العجنه وبوينتوس عملنا على الفطار ديالها، وكنرفعوها في السقف. كيكون عندنا واحد الكانتو ديال التريه او السلك اللي كيهز التريه كنكونو تبسناه من قبل، وكنحكو ديك الفيلاص اللي في الروزه كنحكوه مزيان، خصو يتحك في بلافو، وديك بلافو خصو يكون شاد مزيان باش ما باش واخا تحك فيه اي حاجه كتشد، وكيكون يعني شاد صح وكتحك بهذه الطريقه الخوت كتحك. وهاد القطب اللي قلنا الشيك باش كيريحو الخدمه الخوت، حيت الولد غيبقى شد معاك بزاف ويعيا ويتعب، كنستعمل هاد القطبين هادو كيريحو الولد اللي كيكون معاك وكيسهلو الخدمه. طريقه بسيطه مبسطه، يعني كما كنقولوا خوت، يعني بلا ما الانسان يعني خدم الدماغ ديالو اي حاجه كتسهل الخدمه. مثلا بحال القطبين كيسهلو. احنا ركبنا الروزه ديالنا الوسطانيه، دابا كنبيكيو فيها نعملو ديك القطعات المنقوشين. هذيك القطعات كاين 4 ديال القطعات، كنخرجو لهم او كنبيكيو باش كنقوم بالتتبيس ديالهم وكيجيو شادين مزيان. وكما كتشوفوا الخوص هاد الروزة هادي راه مازال جديدة، يعني قليل، يعني ما كاينش لنا شي واحد اللي غاس الجبر عندو هاد النوع ديال الروزات، يعني كتشوفوا ديما الجديد ديما كنجيب لكم. دابا مرحلة ديال تركيب هاد القطعات الخوص، كنعملو بوينتوس مدليين في داك الخراقي اللي خلقناهم كتشوفوا، عاد كعمل بوينتوس اخرين والفيلاص في القطعة، يعني كنعملهم معلقين وعادك في القياسة اللي عركب باش كتبس مزيان. وعاد مي كنعملو ديك البوينتوس كنحكوهم باش مي كيتحكو في القطعة، او كنقوم بالحك ديك العجنة والفيلاص اللي كنت عملت من قبل. كنعملو ديك القطبين ديال الحديد باش كنكاليو نقومو بالتكالي ديالو، من بعد كنزيدو نحكو ديك البوينتوس من الجناب وكنزيدو الصح. والقطعة الاخرانية الخص ما كنعطيوها الصح مزيان، وكندير الاولى بوينتوس من فوق حتى هي، ملي كنعطيوها كنعملو الفيلاص في القطعة وكنحكو. كما كتشوفوا الواد اللي معايا كيحك ديك البوينتوس اللي معلقين، واصلا ديجا كنكون عاملها بوينتوس فيها من قبل باش كنحك ديك البوينتوس. كتشوفوا كتجي شادة الصح، ومن بعد ملي كنركبوها وكندخلو ديك ديك الشوكاس ديالها كاملة كنزيدو لها واحد البوينتو صغير صغير باش كتجي دايما شادة الصح. هادي السينيفة ولا الباكيت كيف ما كتلاحظوا الخوص، كنركبوها مع الجنب ديك الكورنيزة. هاديك الخوا اللي كيبقى بين الكورنيزة وبين الروزة كنقسموه، وكنركبو هاد السينيفة هادي كتجي تابعة للكورنيزة، كتجي رائعة تاهي الخوص. المهم نتمناو تكونوا كتستافدو، وإن شاء الله يا ربي راه تستافدو، العديد ديال الناس كيستافدو ولله الحمد. كما كيجيونا تعاليق وفي الواتساب كيتواصلوا معنا الناس كيقولوا بانهم كيستافدوا وكيشكرونا ولله الحمد، وهذا فضل من الله بان الانسان يكون يعني هادشي كيفيد الناس. وبزاف ديال الناس يا اللي كيتعلم الجبس، ولا الناس ديال اللي كيبغيو يعملوا الجبس والديور ديالهم كيديو افاده داخل المغرب وخارج المغرب، هذا من فضل الله. هذا الفيديو هذا الخوص يعني هذا فيديو كوس شرط، يعني بعد واحد الفيديو في حاله وما كنتش عملت له الشرح. بعد الفيديو هذا حاولت نعمل واخا هو يعني ماشي نفس الفيديو، كاينه بعض المسائل نغير عليه، وحبيت نعمله بالشرح باش يكون افاده اكبر ونوضح عديد الامور.
اللي بغى يتبعنا الخوت على الانستغرام كاين الرابط ديال الانستغرام تحت الفيديو في صندوق الوصف، كنشروا فيه الصور ديال الجو وبعض اليوميات وبعض المسائل. اللي بغى يتبعنا مرحبا، كاين الرابط تحت في صندوق الوصف. من بعد ما كنعمروا ديك الشركه الخوت كامل ديال هاد المنقوشات، كنجوزو المرحله باش كنقشوهم، ما خصوش يظهر الاثر بان مشروكه او لا الشركه ديالها، يعني خصو يكون منقوش كانه فحال يعني باقي الشركه، وهادشي كيطالب واحد الدقه في الاحترافيه في العمل. كاينه بعض الاخوان كيجبروا الصعوبه، ولكن الانسان كيكتسب هذا الشيء المهاره وهذه مع الخبره مع الوقت، ما اكيد ما كيزاول. دابا كنكون وصلنا للمرحله تقريبا الاخيره ديال الفيديو الخوت. الهدف ديالنا دائما هو تبسيط الفكره وتكون كتعمل فائده ويكونوا كيستافدوا منها العديد ديال الناس. الفيديو ديالنا ولله الحمد يقدر يستافد منهم اي واحد، مسلم وغير مسلم، مغربي غير مغربي، كبير صغير، اي واحد يقدر يستافد ويدي فائده. وهذا هو العمل ديالنا في هذا الفيديو الخوص. وهذا الصالون كما كتشوفوا طلع رائع وجميل، هذا الشيء باقي غير القبس كيتصبع وكتكمل يعني كيزيد يزين اكثر واكثر. اتمنى يكون هنا الاعجاب ديالكم. ما كتشوفوا الخوص ادوات الديكور النهائي، واخا كاينه شويه ديال الترابيس كما كتشوفوا، هاي ديكور جات واعره، جات حاجه مزيونه. بزاف ديال الناس كيدخلوا على هاد القبعه هادي منقوشه، وعلى هاد الديكور هذا لحقاش شي حاجه يعني جديده، وخبل لي بنكهه جديده بطريقه عصريه، كيعطي واحد الرونق خاص وواحد الجماليه الصالون.